الو حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي حالا اشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت، واهم حاجه تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه في القناه. طيب سوري على الخلفيه، انا المفروض اصلا كنت اصور امبارح بس، وكان كل حاجه متاحه ليا والخلفيه تحفه وكل حاجه، بس انتوا عارفين الكسل بقى وكده، فاستحملوني شوية الأيام دي. بصور لكم الأيام دي فلوجات كتير، مشتريات كتير، حاجات حلوة كتير، بس مأجلة الفيديوهات دي هنزلها ورا بعض عشان يعني حابة في وقت معين انزل الفيديوهات دي ورا بعض، لاني حابة اعرفكم في وقت واحد كل حاجة مع بعض، فمش هينفع اعمل اي حاجة فيهم دلوقتي خالص. تمام، فيديو النهاردة هيبقى حاجات اشتريتها من عند العطار وفرقت معايا جدا ومقدرش استغنى عنها خالص، يعني زي ما تقولوا كده جولة في حاجات العطار اللي عندي. عملت التسريحة دي عشان في بنوت قالت لي اعملي كذا كذا، انا بعملها في البيت بس ما بحبش اطلع اصور بيها، يعني كان نوع من انواع اللي هو انا بعملها عشان اخلص نفسي في البيت، بعمل دي الحصان وخلاص، فما بحبش اطلع اصور بيها، بقول لازم اطلع مسيبه شعري بيها كده. فانتوا حبينا اوكي، يعني قولوا لي يعني حبينا تمام. بعد استنوا بقى كده، استنوا جوله بقى محترمه، ناخد جوله محترمه. او ما تنسوش تعملوا لي 3 كومنتات حلوين عشان تطلعوا معايا في الفيديو الجاي في احلى 3 كومنتات، وهقول اساميكم منهم شهد. طبعا شهد، انا قلت اسمك عشان كنتي زعلانه مني، فشهد بتعملي كومنتات كتير جدا، بحبك قوي بجد عشان تشجيعك ليا، ونيجر وفريده الجديده، كده 3 اسامي اهو احلى 3 كومنتات. المره الجايه تعملوا لي احلى 3 كومنتات بقى عشان اقول الكومنت كامل بقى كده. يلا بينا نبدا. اول حاجه من عند العطار حبيتها جدا جدا فوق ما تتخيلوا بامانه، هو ده. هنشوف كل حاجه بس. ده بابونج ب5 جنيه. بابونج جايباه بقالي فتره، يعني قولوا مثلا 3 شهور، وقاعد معايا لحد دلوقتي، يعني فاضل لي كده اخر حبه هعملهم دلوقتي. البابونج ده بتعمليه تونر، طريقة التونر البابونج هتلاقيها في القناة بتاعتي. التونر ده بيتشال بالأتربة من على البشرة، بيغذي البشرة جدا، بيضيع الهالات السوداء، فيه فيتامينات ومعادن للبشرة، وكمان بيضيق المسام بشكل ملحوظ. فتونر البابونج بجد مقدرش استغنى عنه، زي ما قلتلكوا ب5 جنيه بابونج من عند العطار. هيغرقوكي، عارفة يعني ايه هيغرقوكي؟ بمعنى الكلمة، مش مجرد كلمة وخلاص، لأ ده بيغرقه بجد. وبعد كده معايا مفرتكة الدنيا، معايا لبان الذكر. تمام، ده انا جايبه في قرطاس عادي. يعني لبان الذكر من الحاجات اللي انا حبيتها جدا بصراحه، يعني بحس انه بيفتح البشره، بحس انه هو يعني فاهمين بيفيد البشره، بيديها نضاره، بيديها ترطيب، بيشد الوش. اول ما بحطه بحس ان وشي مشدود جدا جدا جدا. فلبان الذكر من الحاجات اللي انصحكم بيها وعجبني جدا، ومعظم اليوتيوبر المشهورين او البلوجرز بينصحوا جدا بلبان الذكر اللي هو تونر بقى. هتلاقوا برضو تونر لبان الذكر عندي على القناه. بصوا انا اعتقد ان انا عملت كل حاجه عندي في القناه، ما اعتقدش ان في حاجه لسه ما عملتهاش ما عدا بس الميك اب، يعني بحاول اكلمكم عن خبرتي في الميك اب. انا عشان ما عنديش خبره في الميك اب قوي، فما بحبش اتعمق معاكم فيه، كل واحد وخبرته بقى. الحاجه اللي بعد كده الروزماري، ولما نقول روزماري يبقى بنقول طول شعر. كل الناس، سوري يا جماعه، كل الناس عارفة قد ايه الروز ميري بيطول الشعر وبيتقل الشعر. من تجربتي مع الروز ميري بيتقل فعلا الشعر وبيطول الشعر، وانصحكم جدا 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 بيه، بالذات لما احنا بناخده ونعمله بالسبراي بتاع الجرجير. السبراي اللي انا صوتي اتنبح من كتر ما بقول لكم استخدموه،
وبترجعوا برضو تقولوا لي شعرنا مش بيطول، شعرنا عاجز، شعرنا بيقع. طب ما تستخدموا السبراي واتركوه شهر اتنين تلاتة وشوفوا النتيجة بعد 3 شهور هيكون عامل ازاي. مشكلة بعض الناس ان هما بيكسلوا، يستخدموا الحاجة مرة اتنين خلاص بيزهقوا. انا والله العظيم بزهق اكتر منكم، بس عشان خاطر شعري وعشان خاطر جسمي وعشان خاطر بشرتي بضطر ان انا اصبر، لازم استخدم الحاجة مرة واتنين وتلاتة واربعة، زيه زي الدايت بالظبط. انتي بعد اول يوم دايت هتخسي؟ لا، لازم تستمري 3 اسابيع 4 اسابيع على حسب يعني ما انتي عايزة تخسي كام كيلو. عشان تنولي مرادك لازم تصبري، كل حاجة بالصبر بتيجي. فانتي ما تشغليش نفسك بالحاجة الفلانية، تفضلي مركزة تولي ما طولش عمل ما عملش. انتي ست استخدميه وسيبي بقى على ربنا، استخدميه وانسيه. فما دي الحاجة الوحيدة اللي انتي ممكن يعني تلاقي نتيجة فيها، انما هتبصي للحاجة عمرها ما هتجيب معاكي نتيجة خالص. بصوا دي حاجة اسمها نبات الكتونة، الدبانة الرزلة دي نبات الكتونة، انا جايباه هنا بس هو عمال يسقط من تحت عشان كده مش عارفة اقوله لكم بالكامل. حبيته لونه قوي 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 كأنه فلفل اسمر، يعني يكاد حبيته صغيرة. ده بيقولوا ان هو بيشيل التجاعيد وبيشد الوش، لسه ما جربتوش لحد دلوقتي، بيقولوا ان هو كولاجين طبيعي. انا هجربه هعمل بيه ماسك، بس مش دلوقتي، هعمل ماسك قبل يعني قبل عيد ميلادي وكده. انا عيد ميلادي على فكره 29 الشهر ده، قولوا لي هابي بيرثدي. هعمل بيه جلسه تنظيف بشره هستخدمه فيها، طبعا لازم اصورها معاكم. هستخدم فيها نبات الكتونه، ف هشوفه يعني هيعمل ايه، وبعد كده هعمل لكم ريفيو كامل عنه. ما اقدرش اقدم لكم اي ريفيو قبل ما استخدمه، مش هقدر اعمل لكم فيديو عنه واقول لكم فوائده من الكلام ده غير لما استخدمه بصراحه يعني. تمام، ف يعني ربنا يستر انه كده بره. او ماي جود، حبيبي الملايين، استنوا يا جماعه ايه ده، اهو انا بقول انت فين. بس بصوا ده قرنفل، طبعا يعني القرنفل غني عن التعريف، كلكم عارفين فوائد القرنفل، ولو مش عارفينها مني فانتوا عارفينها من 7000 شخص. القرنفل ليه استخدامات كتير قوي، ممكن ما تاخد لك واحد. ممكن تاخدي القرنفل وتنقعيه وتستخدميه لشعرك، ممكن تاخدي القرنفل وتغليه وتستخدميه لشعرك، ممكن تاخدي القرنفل تحطيه على السبراي بتاع الجرجير زي ما عملنا كمكون ثانوي. فممكن نستفاد بالقرنفل، القرنفل بيتقل الشعر وبيطول الشعر عشان تبقوا عارفين. انا كل حاجه بستخدمها لكم ببقى عامله سيرش عنها عشان مش لخبطيطه وملوخيه على الفوز. اديني بقول اهو القرنفل حاجه كده يعني ما اقدرش استغنى عنها خالص. حاطه في الكيسه دي الاخر علاقه النشا وكيس فانيليا، سايباها عشان استخدمها بعيد ميلادي. النشا من الحاجات اللي بتفتح البشره، هي والفانيليا، والفانيليا الحاجه اللي انتوا يعني ما تعرفوهاش انها بتفتح البشره جدا 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 وبتنظف المسام يعني بتدخل جوه اعماق البشره وتنظفها. فالنشا مع الفانيليا مع الزبادي، الثلاثه دول ماسك بيرفكت. عندي بعد كده العرق سوس جمعة وخميس، بس عارفين يعني العرق سوس كنت بستخدمه لشعري. الايام دي هحاول اعمله للبشرة بطريقة نستفاد منها كلنا، وفي نفس الوقت تكون سهلة علينا وبسيطة. اهم حاجة تكون الحاجة سهلة وبسيطة عشان نقدر نستمر فيها. بعد كده ده اللي اكتشفت انه بجد تحفة 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 وما اقدرش ابدا استغنى عنه خالص، هو ترمس المطحون. الترمس المطحون مفيد جدا في الحبوب، مفيد جدا في تفتيح البشره، بيرطب البشره، بيدي لمعه للبشره، بيدي نضاره للبشره. ودي الحاجات الخمس حاجات بجد اللي انا استنتجتهم منه بجد والله العظيم. يا جماعه تاخدي معلقه ترمس على الزبادي، معلقه ترمس على معلقه زبادي، حطيه على بشرتك وسيبيه لحد ما ينشف نص ساعة 25 دقيقة، او اغسلي وشك قد ايه هتتفاجئي بالشكل قد ايه بجد
يعني هيعجبك اللي هو عمله بطريقة فظيعة، سحر البشرة الترمس المطحون. واخر حاجة معايا هي بيكربونات الصوديوم، مقدرش استغنى عنها في حالة الفضة بس، يعني انا مستخدمتهاش الحقيقة في اي حاجة خالص لحد دلوقتي غير مع الفضة، بلمع بيها الفضة. يعني هي دي الاستخدامات الوحيدة اللي انا استخدمتها فيه، لو لقيت لها استخدامات تانية اوكي هستخدمها، لقيت ليهاش خلاص. بس كده يا حلوين، اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش اهم حاجة لايك للفيديو ده واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه، وتوحشوني جدا.